هو ليه موضوع النسوية عامل قلق؟ لأنه كان الأول، اسمعوا عشان بس نفهم وارجعوا للحلقات اللي أنا عملتها دي، لأن مش هنقعد نعيد ونكرر تاني، بس يلا نكرر. فإن الذكرى ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بدأت لأن كان بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا كان أجور النساء قليلة جدا بالنسبة لأجور الرجال، وهم بيعملوا نفس يعني عدد ساعات العمل، فكان المطالبة بالمساواة بنفس الأجور. احنا زينا زيكم، ادونا أجازة، ادونا نفس الأجر اللي انتوا بتعطوه، فكان الأمر بالمساواة. كان الراجل له تصويت والمرأة ملهاش تصويت. من حق ان انا اقول في الشركة او في المكان اللي انا فيه او في النقابة او في الدولة، فكان الأمر بالمساواة. دلوقتي لا. دلوقتي لا، احنا بقى عايزين الحقوق اللي الإسلام ادهالنا. بس والله العظيم ملكة، ملكة متوجة. أميرة، ملكة متوجة كده. لو انت التزمنا بفقط بما اعطاه، مش بفقط والله ده حاجه كتير جدا، بما اعطاه الاسلام لنا من حق. حطي انت تتجوزي ده اه ولا لا؟ موافقه؟ طب هي قولي ما يقدرش. ولو عضل الاب تروحي للقاضي الشرعي يزوج، عضل الاباء للازواج. طيب ليكي ذمه ماليه والفاصل، طب اكتبيه عايزه تعطي لزوجك وعيالك، ولكن طيبه تنبيها نفسك وانت ست كذا، ما تشوفيش بيتك محتاج وانت معاكي، ما فيش ام بتعمل ولا في الزوجه بتعمل كده، دي الفطره. لكن افور بعيد عن الفطره فرعون، يا خبر ابيض، ايش فرعانك انت فرعون؟ احنا مالنا ومال فرعون؟ قال لك ما لقيتش حد. لا نصد، لا نصد، احنا مش فرعنه، احنا مسلمين، نسبتنا محمديين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال الله عز وجل وما اعطاه للمراه من عزه ومن كرامه ومن ذمه ماليه ومن عطاء ومن حق القول وحق القبول وحق الرفض وحق البيع وحق الإيجار، كل الكلام ده. لكن افور كده تقومي جايه رافضه تقول لك لا، ما خلاص، ما هو بقى يا ومش عارفه ايه والكلام اللي في الجوف. عيب عيب. ناخد من الثقه المؤتمن صاحب العلم الحقيقي والشرعي.